اهلا بيكم وحلقه جديده من الكابتن. كل سنه وانتم طيبين وعوده بعد غياب طبعا طول شهر رمضان. وحشتونا وحشتونا بجد، وحشنا كل متابعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. بنجدد العهد معاكم، واكيد زي ما توعدنا هنا في اول ثانيه وقلنا ان احنا هنكون معاكم على قد المسؤوليه، واعتقد ده يمكن شفناه خلال الفترة اللي احنا كنا موجودين معاكم فيها. قدرنا ان احنا نجيب نجوم على اعلى مستوى، ناس اعتقد ان اتكلموا في صالح العام لكرة القدم المصرية، وما زلنا موجودين معاكم، وهيكون معانا نجوم كتير جدا 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 الفترات القادمة ان شاء الله باذن الله بعد عودتنا الاكيد علشان يتكلموا في صالح العام لكرة القدم المصرية. في الوقت اللي احنا كنا موجودين معاكم هنا فيه يمكن شفنا كلنا ان احنا حاولنا واجتهدنا، في وقت من الاوقات اكيد اصبنا، وفي وقت من الاوقات اكيد اخطأنا. بنتعلم اكيد من اخطائنا وبنستفيد منها، انما خلينا نتفق على اتفاق واحد بس، ان احنا طول ما احنا موجودين معاكم هنا هدفنا هو الصالح العام لكرة القدم المصرية. ما عندناش اي غرض ضد اي حد. في وقت من الاوقات كنا بننتقد وبشدة، ولكن في النهاية للصالح العام، لان نفسنا تاني نستعيد مكانتنا وهيبتنا ونستعيد تاني رياضتنا في كرة القدم المصرية، ويمكن اللي احنا دايما بنتكلم عنها وكل وجميع طبعا اكيد اللعبات. النهارده عندنا حلقة مهمة، ولكن قبل ما نقول على حلقتنا المهمة اللي بينتظرها كل جماهير نادي الزمالك، لازم نقول للكل عيد سعيد على الجميع، ويا رب ان شاء الله بإذن الله ايامنا كلها تكون أعياد وسعادة. هننتقل لنادي الزمالك في حلقة مع رئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب، حلقة مهمة جدا 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 بينتظرها كل الجمهور الزملكاوي، مش بس الجمهور الزملكاوي بس، لا أكيد كل جمهور كرة القدم المصرية. أسئلة كتير، وطبعا لأني أنا أعتقد ان مجلس ادارة نادي الزمالك جه في توقيت صعب جدا جدا جدا، ولكن في التوقيت ده وفي التوقيت القصير ده قدر ان هو يحقق نجاحات كبيرة جدا جدا، ودي اللي احنا هنسأل فيها، والتكاتف اللي موجود ما بين المجلس والتكاتف اللي موجود ما بين كل محبي نادي الزمالك، كل ده هنسأله لطبعا اكيد رئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب. حلقة مهمة جدا جدا جدا، وزي ما وعدناكم وزي ما بنوعدكم دايما ان احنا كل حلقاتنا ان شاء الله باذن الله تكون قويه، وحلقاتنا كلها طبعا تكون حاجات مثمره لكل الجماهير وكل المتابعين، وده اللي ان شاء الله باذن الله نتمنى ان هي تكون حلقه فعلا يستمتع بيها الجميع، واكيد اللي بينتظرها كل جماهير نادي الزمالك. خلينا نروح لنشرتنا في 90 ثانيه وننتقل الى 100 عقبه في نادي الزمالك، وإن شاء الله تكون حلقة الكل يستمتع بها. الأهلي يفرض التعادل السلبي على مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. كولر: لاعبونا قدموا كل شيء أمام مازيمبي، ونعلم أن التأهل لم يحسم بعد. كولر: حارس المرمى وظيفته منع الأهداف، وشوبير فعل ذلك بنجاح. الزمالك يستبعد أحمد زيزو من قائمته لمواجهة دريمز لعدم المجازفة. جوميز: مباراة الأهلي جزء من الماضي، وتركيزنا على مواجهة دريمز الصعبة في الكونفدرالية. جوميز: إصابة فتوح خفيفة وسيعود سريعاً لتدعيم صفوفنا. كاف: وعد نهضة بركان بحل أزمة قمصان الفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية. عمر مرموش يسجل في انتصار فرانكفورت بثلاثة أهداف لهدف على أوكسبورغ بالدوري الألماني. تأهل رجال الأهلي للكرة الطائرة إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية. رجال الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
ستة أشهر لمجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب كانت كفيلة بإعادة كل الأمور إلى نصابها الصحيح داخل القلعة البيضاء. فرغم أن الفريق لم يحقق أي بطولات حتى الآن في ظل استمرار الموسم، إلا أن ما تحقق على أرض الواقع يؤكد أن الزمالك يسير في الطريق الصحيح. فالزمالك الذي خسر من الأهلي في مباراتي الدوري العام في الموسم الماضي بنتائج 3-0 و4-1 هو الفريق الذي استطاع أن يفوز في اللقاء الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وكان الطرف الأقوى ودخل في منافسة الدوري من جديد. حتى في مباراة نهائي كأس مصر التي خسرها من الأهلي كان هو الأفضل فيها. مجلس الزمالك الذي تسلم النادي وهو يعاني من وقف القيد كروياً بسبب القضايا على النادي والتي اقتربت من 3 ملايين دولار، كانت النسبة الأكبر لسبورتينج لشبونة البرتغالي بما يقارب 1.5 مليون دولار عن صفقة شيكابالا، وأيضاً نادي كاراكاس الفنزويلي ب 500 ألف دولار باقي صفقة البنيني سامسون أكينولا، إلى جانب نادي ليون 36 النيجيري الذي كان يحق له 25 ألف دولار حق رعاية البنيني سامسون أكينولا. كل هذا بجانب مساعد البرتغالي فيريرا ويحق لهم 110 ألاف دولار، ومستحقات الغني أتشيمبونج 270 ألف دولار قيمة الثلاثة أقساط المتأخرة بالغرامة، وأخيراً 20 ألف دولار غرامات لفيفا نتيجة التأخر في دفع المستحقات المالية. ونجح المجلس في حل كل هذه الأمور ليستطيع فك القيد وإبرام صفقات جعلت للزمالك شكل في الدوري وإفريقيا، حيث نجح الزمالك في يناير الماضي في التعاقد مع 10 لاعبين وهم عبد الله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز ومحمد شحاتة من طلائع الجيش على سبيل الإعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر الأوغندي موتيابا وأحمد حمدي من مونتريال الكندي، إلى جانب الفلسطيني ياسر حمد ومهاب ياسر من الداخلية، بالإضافة إلى محمد عاطف من طنطا وزياد كمال من إنبي. كما نجح المجلس في التجديد للاعب من أهم اللاعبين وهو أحمد فتوح الذي كان قريباً من الرحيل عن الفريق الأبيض، وأيضاً قائد الفريق شيكابالا، وأصبح لديهم عدد من الأسماء تم تركهم للمدرب البرتغالي لإبداء الرأي النهائي في التجديد من عدمه، وهم محمد عواد، محمد صبحي، محمود علاء، ومحمد أشرف رؤى، ويوسف أوباما، ومحمد عبد الشافي. ورغم كل هذا إلا أن الزمالك قد يتعرض لإيقافات جديدة بسبب لاعبين آخرين من المجالس السابقة، حيث يحق للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لبيراميدز والأسبق للزمالك الحصول على 450 ألف دولار، وأيضاً خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، حيث كانت المحكمة الرياضية أقرت الغرامة المستحقة للاعب والبالغة 1.9 مليون يورو بجانب المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي والتي وصلت إلى 690 ألف يورو. وعلى المستوى الفني، في وجود المجلس تغلب الفريق بعد نجاح المجلس بأيام على فريق بيراميدز ووصل لنهائي كأس مصر قبل أن يخسره في السعودية، كما وصل الفريق إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية ويواجه غدا دريمز الغاني بعد أن تأهل كأول مجموعته دون خسارة أي مباراة، ثم تأهل من دور الثمانية على حساب فيوتشر. وفي الدوري يحتل الفريق مراكز متأخرة بسبب بعض التعثرات والمباريات المؤجلة والتي لو فاز فيها كما حدث في مباراتي الاتحاد السكندري والأهلي سيكون في المربع الذهبي ومنافس على اللقب، حيث يحتل الزمالك المركز 11 من 13 مباراة خاضها محققاً 21 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات.
فريق الكرة بالزمالك حالياً وتحت قيادة مجلس حسين لبيب يسير بخطى منتظمة نحو استعادة مكانته القوية محلياً وإفريقياً. رجعنا لكم تاني من داخل نادي الزمالك، والنهارده طبعا في ضيافه نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب. عندنا حلقه ينتظرها كل جماهير نادي الزمالك، ويمكن زي ما قلنا ان المجلس الجديد اعتقد ان وعد وعود كتير جدا جدا، واعتقد ان وفى بجزء كبير من الوعود اللي وعدها للجماهير. وعقب فوز نادي الزمالك على طول، يعني طبعا بنشكر مجلس إدارة نادي الزمالك وعلى رأسهم كابتن حسين لبيب على ضيافته لينا داخل نادي الزمالك. كابتن حسين بنرحب بحضرتك، ويعني خليني أشكرك على الاستضافة وإنك أنت خصتني شخصيا، وأنا عارف يعني إن ده ممكن يسبب لك مشكلة كبيرة، ولكن أنا عارف مدى العلاقة ويعني حبي لحضرتك وحبي ليك والأغلب طبعا كل مجلس إدارة نادي الزمالك. أنا يا كابتن أحمد يعني بجد بتشرف إن أنا معاك، يعني كابتن من الكباتن الأسطورية في مجال كرة القدم، وإنسان على خلق، وفعلا يعني أنت هتعملي مشكلة، بس فعلا أنا بعزك وبحبك، وعشان كده يعني أنا وافقت إن أنا أبقى معاك فور انتهاء المباراة اللي هي ما بين الزمالك والأهلي. صحيح، ده شرف لينا وبنشكرك طبعا. بنشكرك جدا جدا، ربنا يخليك كابتن. يعني أكيد كل جماهير نادي الزمالك نفسها تسمع حضرتك ونفسها تشوف حضرتك، وبشكرك طبعا على انك انت خصتنا. بعد فوز النادي الاهلي اكيد انت مبسوط وسعيد، يعني احنا على طول احنا يعني جينا لك وانت وعدتنا قبل اللقاء ان احنا نكون متواجدين معاك. فوز مهم واعتقد فوز معنوي بيدخل نادي الزمالك على المنافسه تاني من جديد، وفوز اسعد كل جماهير نادي الزمالك. طيب خليني اقول، هو في الاخر هي مباراه عاديه من ضمن مباريات الدوري العام. صحيح. بس الميزه في هذه المباراه ان احنا دخلنا النادي من 5 أو 6 شهور تقريبا. صحيح. دلوقتي يعني لقينا ان الفرق الرياضيه احنا داخلين في نص موسم، فبالتالي كان من اصعب ما يمكن انك انت تعمل ما يسمى الاحلال والتجديد. مزبوط. وواجهنا مشاكل كتيره جدا جدا، يمكن كل الناس الزملكاويه عارفه قد ايه كانت المشاكل، وانا يمكن برضو عايز اتكلم شويه في الحته دي طبعا. لان انت سالتني سؤال مهم جدا، هل انا فرحان؟ هو فعلا طبعا اكيد لازم ابقى فرحان، أكيد. بس المشكله بقى ان الناس كلها بتتناساها ان انا يعني احنا تاني يوم اهو على طول بعد المباراه. انا الفرحه بتبقى في اثناء المباراه وبعدها. صحيح. وده والناس كلها بتهنينا، بس انا خلاص الفرحه بتنتهي فور انتهاء صفاره الحكم. صحيح. لان ببتدي اعد نفسي للنادي. صحيح. بمعنى ان انا النهارده لا انا مش فرحان، يعني انا مش فرحان. ليه مش فرحان يا حسين؟ مش فرحان لان انا النهارده مثلا كان في اخر مقابله انا ما عملتش غير مقابله واحده من اول ما دخلت النادي. صحيح. ودي تاني مره وخصيتك بيها كوعد انا وعدته لك. صحيح. فبالتالي انا دماغي دلوقتي ابتدت في حاجه اسمها يعني خليني برضو ابقى بتكلم طبيعي جدا، والناس يمكن هتبقى مستغربه. يعني احنا دفعنا تقريبا في حدود 3 مليون دولار، كان اللي هي الغرامات اللي موجوده. صحيح. من قضايا دوليه والقصه بتاعت وقف القيد، وكان ده تشالنج او تحدي امام الجماهير والناس كلها. صحيح. كانت بتقول يا جماعه ما انتم عارفين المشاكل قبل ما تدخلوا، وقلتوا عندكم حلول. احنا عارفين المشاكل وعارفين انا ده اللي يمكن كنت هتكلم مع حضرتك، لان كانت تحديات كبيره بالنسبه لكم. تمام. والناس زي ما حضرتك بتقول هم عارفين، بس مش على ضيق ازاي تتحل المشاكل دي. في مشاكل. مظبوط. بس ازاي المشاكل دي تتحل، هو ده السؤال بقى اللي احنا عايزين نسأله حضرتك. لان فعلا
انتوا كان في مديونيه كبيره على نادي الزمالك، منها بس واحده اللي هي شيكابالا اللي هي كانت المفروض ان هي تقريبا 2 مليون دولار سبورتنج لشبونه. مظبوط. ودي من فتره طويله، ده زائد ان كمان لسه في تحديات للمجلس كبيره جدا، خالد بوطيب وفنجادا وفي بعض الحاجات اللي لسه يعني. فمهم ان انتوا توضحوا للجمهور ازاي ان انتوا قدرتوا تتحدوا كل المشاكل دي كلها وتوصلوا ان على الاقل على الاقل بقى في استقرار للفريق. ومش بس كده، ده انت عندك 10 صفقات كمان هنتكلم عليهم انت اضفتهم لنادي الزمالك. تمام. طيب خليني احكيها بس ايه يعني، مش عايز برضو حد يقلق، انما هو المفروض الناس تبقى عارفه الحقيقه. صحيح. الحقيقه ان احنا يعني زي ما قلت كده ان احنا كان مطلوب مننا ندفع في حدود 2,700,000 دولار، 2,700,000 دولار. صحيح. واضاف عليهم كمان ما يسمى ان احنا حاولنا ان احنا يبقى مستر اسوري اللي هو المدرب اللي كان بيدرب النادي، وبرضو احنا من وجهة نظرنا الفنية والادارية كان لازم ان احنا نغير المدرب لان ما كانش الكيمياء يعني ما كانش واقعي ولا الكيمياء ماشية مع اللاعبين. فده برضو فلوس تانية تقريبا احنا قدرنا يعني نتفاوض معاه ونزلنا تقريبا نص المبلغ اللي كان المفروض يدفع. صحيح. فبالتالي بقينا بنتكلم على 3 مليون دولار يعني في حدود 150 ايا كان المبلغ بالمصري. بس برضو دلوقتي بقى 150 خلاص. حاليا بس يعني دلوقتي الحمد لله احنا ما دفعناش المبلغ ده. انما احنا لم نتناسى، وبرضو احنا ذكرنا في المقابلة اللي قبل كده ان انا عندي قضية دلوقتي موجودة اوريدي والمفروض ان انا اعملها بتاعة اللاعب اللي اسمه خالد بوطيب. مظبوط. والمشكلة كلها ان المبلغ بتاعها تقريبا 2,400,000 يورو. فاما بتقول لي انت فرحت، انا فرحت، بس الصبحية ابتديت ابص على الواقع. صحيح. الواقع اللي هو احنا اما جينا وقلنا احنا عارفين الواقع، بس معرفة الواقع شيء وحل هذا الواقع شيء اخر. صحيح. لان انا مش المبالغ دي بس، يعني انا بتكلم النهاردة ان انا تقريبا بقى علي تاني 3 مليون دولار اللي هي بسعر النهاردة 150 مليون. فلو اخدنا كده مفيش نادي في تاريخ جمهورية مصر العربية يبقى ناس داخلة وتقول لي احنا عارفين. احنا عارفين، بس انا مش متسبب في 300 مليون جنيه اللي لازم يدفعوا في اسرع وقت. صحيح. يعني احنا ليه دفعنا المبالغ الاولانية اللي هي في حدود 3 مليون دولار عشان افك القيد. صحيح. طب انا ما بفك القيد برضو عشان بس الناس تبقى متخيلة حجم الديزاستر او المشاكل. صحيح. او اللي حصل في 5 شهور. احنا القضايا دي كلها ترجع لسنة 2015 دي سبورتنج لشبونة، او 2019 لخالد بوطيب. لا انا بتكلم فيري سبيسيفيك. او صحيح. يعني فرجاني ساسي داخل علينا 700,000 دولار، ومدرب اخر باتشيكو 600. فانا مرة واحدة بعد ما انبسطنا وجبنا لاعبين جداد وفكينا قيد وبقى عندنا كيان فريق، وهنتكلم على بالتفصيل في الحته دي. صحيح. بس واحنا بنختار برضو لازم الناس تبقى فاهمه هو احنا ليه جبنا 10 او 11. معنى كان ممكن نكتفي باربعه وخمسه، وكان اكثر زملكاوي تفاؤلا ان يعني فكنا قيد بس. أي. وبعدين ايه؟ طب هاتولنا مدير فني اجنبي، طب ادينا 2-3 صفقات. انا بتكلم زي ما اي زملكاوي كان بيتمنى. مظبوط. طب احنا ليه يعني زي ما اقول عنفنا على نفسنا قوي وجبنا 10-11 صفقة؟ لان انا متوقع في اي يوم، وده اللي انا بقول لك بقى ما بتقولني انت مبسوط، لا مش مبسوط ليه، لان بتكلم في الواقع ان ممكن الواقع بكره الصبح القيد يتوقف تاني. ان ممكن القيد يتوقف لو تاني. الغرامه بتاعت خالد بوطيب، وانا بتكلم اهو خالد بوطيب، العقد اللي معمول انا مش عارف اتعمل ازاي، ومش عايز ادخل في تفصيل لان انا بحب ابقى كام رقم. طيب العقد كان خالد بوطيب، ما هو العقد كان فيه شرط ان لو انت مشيتني تدفع لي كامل قيمة العقد. هذه شخصية انا ماليش دعوة بالاسماء اللي هي اللاعب ده ما لعبش في نادي الزمالك يعني 50 دقيقة على بعض او وات ايفر. العقد كان 3 مليون دولار؟
العقد بقى ده اللي الفيفا حكمت بيه، لان هي الفيفا حتى في حكمها وده اللي انا عايز بس اقوله في حكمها ان النادي يعني ما عملش شغله مظبوط واتكلم كلام مش مظبوط. انا ببقى حريص جدا في الكلام، يعني من كانوا ماسكين هذا الملف في ذلك الوقت ايا كان وقت مين، بس في الاخر خالص انا النهارده مطالب يعني فورا يدفع 2,400,000 يورو يا اما القيد يرجع يتوقف. يعني ده سبب ان انتوا جبتوا عدد اللعيبه دي كلها علشان انت بتبص للمستقبل ان ممكن يتم ايقاف القيد. طبعا. طب قبل ما اروح للصفقات اللي حضرتك جبتها دي، ازاي تم حل الازمة الاولانية؟ يعني ازاي تم حلها؟ لان انت بتتكلم انتوا دفعتوا حوالي 150 او 200 مليون جنيه تقريبا مصري مش كده؟ يعني خليني يعني بتكلم بامانة مطلقة، انا لسه يعني الرقم اللي احنا دفعناه من منذ وصلنا لنادي الزمالك اللي هو 23 اكتوبر سنة 23 تمام. الى اللحظة اللي انا بكلمك فيها تم دفع مبالغ مديونيات سابقة ومديونيات عادية وبعض الامور اللي هي بتمشي كل شهر وكل يوم واللي هي الفرق اللي بتسافر والطيران صحيح. والحاجات دي الى الان احنا قدرنا الحمد لله رب العالمين ندفع 456 مليون في خلال 6 شهور. يعني بنتكلم نص مليار تقريبا. بتتكلم نص مليار. تمام. هل ده بقى ده غير اللي جاي لسه؟ ده غير اي حاجه خالص. ده اللي هو النص مليار ده اللي هو الحاجات اللي انتوا جيتوا لقيتوها مديونيات ومرتبات وعقود لعيبه والتزامات شهريه. والتزامات شهريه. صحيح. بس معظم هذا المبلغ مديونيات سابقه احنا ما لناش دعوه بيها خالص. صحيح. ده منهم على الاقل 3 مليون دولار اللي انا بقول دي قضايا دوليه. ده احنا يوم ما كنا برضو ماسكين النادي ايام اللجنه، ايام ما كنا لجنه قبل ما يتم انتخابنا، احنا اصرينا نحط في الميزانيه لاول مره برضو في ميزانيه نادي الزمالك بند اسمه مخصص قضايا دوليه لان ده ما كانش بيبقى موجود خالص في الدنيا. والناس تقول لي فين الفلوس، فين الفلوس ايه؟ انا يعني الايرادات بتاعتي معظم البوتيكات متاخده لسنين قدام ودفعت مقدما تقريبا على ودفعت مقدم فحتى المجالات بتاعت الايرادات بقت مش موجوده اللي هي الايرادات اللي انت ممكن تبلان عليها. اما بنقول بقى عارفين المشاكل دي كلها بس ما كناش عارفين خبايا ان الايرادات ما بقتش موجوده فانت النهارده مثلا يعني يكفيني بس اقول ان ملف زي السبونسرشيب او اللي هي الاعلانات صحيح. طب احنا كان يعني استلمنا النادي وفي اعلان واحد راعي واحد كان موجود راعي واحد فقط لغي. طيب النهارده اما بيبقى 4 رعاة او 5 رعاة واحنا شغالين ما بقولش لا، يعني انا ليه بطلع برضو احب اذكر الناس لان الناس برضو يعني بجد انا بشوف ان الناس بتطلع تقول لك يعني انتوا عملتوا ايه؟ لا احنا عملنا كتير، عملنا صحيح. كتير صحيح. في ظروف لم يعني يسبقها احد غيرنا انه يقابل كل هذه الملفات الشائكة. انت مطالب يا كابتن حسين دلوقتي برضه عشان نوضح للناس انك انت تسدد مدنيات وانك انت توفر امكانيات للعيبة وعقود اللعيبة اللي هي بينتهي عقودها، لان انت كمان لسه عندك 8 لعيبة تقريبا هيتم التجديد ليهم خلال الموسم القادم. انت بتتكلم على انك انت محتاج توفر في الوقت اللي جاي كمان حوالي 150 او 200 مليون جنيه تاني. فالناس لازم تبقى فاهمة ان انتوا جيتوا على وضع يعني صعب جدا جدا وتحديات كبيره، ولكن قدرتوا تحلوا جزء منها بشكل كبير اللي هو الجزء الاولاني انك انت فتحت القيد ودمت مجموعه لعيبه. بس مهم، هل ده ساعد في محبي نادي الزمالك؟ يعني هل ده، لان انا شايف التفاف حواليك والتفاف حول المجلس من محبي نادي الزمالك والناس عايزه تساعد والناس عايزه تساهم والناس عايزه ترجع نادي الزمالك تاني ان ما يكونش عنده ازمات. فده من الحاجات اللي ساعدتكم ان محب نادي الزمالك ان هم ساهموا وساعدوا في حاجات زي كده؟ طبعا اكيد. وبخص برضو بالذكر بصرف النظر الناس بتشوف ايه، يعني واحد زي الاستاذ ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي الزمالك يعني من الناس اللي فعلا ادوا نادي الزمالك ده بايمانه واقتناعه وحبه لنادي الزمالك، ويمكن هو شايف من وجهه نظره ان المجلس ده محتاج ان الناس تساعده، فالراجل يعني دعم نادي الزمالك بمبالغ طائلة. انا مش مسموح اقول هذه المبالغ، انما تسمح لنا اقول
يعني يبقى مش انا اللي قايل انما الامان. يعني احنا عندنا بعد التفاصيل بعد ما اديله حقه ان هذا الشخص فعلا يعني لو كلنا بندعي ان احنا بنعشق وبنحب نادي الزمالك تم تشويه صورته وتم تشويه اسمه على العكس تماما هذه الشخصية المتميزة. وانا يعني ما انكرش ان الاستاذ ممدوح عباس صديق وصديق حميم بالنسبة صحيح. لي وافتخر بذلك وما بقلقش لان ده حق ربنا طبعا. على الاقل اديله جزء من اللي هو يستحقه لاني مش قادر اتكلم بالتفصيل عليه. فانا يعني من هنا وبقولها بجد قدام البشر كلها الأستاذ ممدوح عباس إدى نادي الزمالك أكتر من أي واحد زملكاوي كلنا بنعتز بيه صحيح. وتم الإساءة له وتلبيسه خلينا أقولها بالبلدي عشان مش عايز أنقي الكلام لا أنا عايز أقولها كده تم تلبيسه ما يسمى اللي هي العشية السوداء وكلام ده كله كلام فارغ كلام ده كله لم يحدث. الأستاذ ممدوح عباس جه في توقيت صعب جدا وودى لنادي الزمالك كويس جدا وإلى الآن بيدي نادي الزمالك ورافض وشارط عليا إنه أي حاجة أنا ما اتكلمش بالتفصيل صحيح. بس هو نسي يشرط عليا إن أنا أوجه له الشكر وبوجه له الشكر فعلا من يستحق وإحنا كمان بنوجه له الشكر لأن أنا يعني طبعا أنا علاقتي علاقة كبيرة طبعا بالأستاذ ممدوح عباس على مدار الوقت لأن هو كمان كان في اتحاد الكوره في وقت من الاوقات وكان طبعًا. موجود معانا وطبعا يمكن انا لما كنت موجود في نادي الزمالك كان هو وقتها رئيس نادي الزمالك لا طبعا راجل محب ومحب كبير جدا جدا لنادي الزمالك وانا عارف ان هو داعم ليكوا بشكل كبير جدا جدا هو كمان وايمن عباس يعني هو كمان وايمن واخرين واخرين طبعا واخرين طبعا يعني انت لو حابب تشكر اي حد من الملتفين واللي انا شايف ان هم داعمين بشكل كبير نادي الزمالك ولكن زي ما انا يمكن على سيت الذكر للاستاذ ممدوح عباس لان انا اول المعلومات اللي احنا توصلنا ليها انه راجل دعم نادي الزمالك اكتر من 120 مليون جنيه حتى الان يعني ده ممكن يكون رقم وهو راجل مش مجبر على كده يعني في رايي انا هو بيدعم نادي الزمالك ده اول حاجه صحيح ثم بيبقى هو ما بيجي يقول انا بدعم نادي الزمالك يمكن اللي هو عامله اكتر ان هو كمان مقتنع بالمجموعه دي وشايفها بتشتغل لمصلحه نادي الزمالك فيمكن يعني بيدعم اكتر بجد انما هو بيدعم اصلا نادي الزمالك طبعا اكيد ما انا مش الاستاذ ممدوح عباس بس واغلب المحبين لنادي الزمالك تحس ان هم يعني على قناعه كبيره بالمجلس اللي موجود وعلى قناعه كبيره ان كنتوا بتشتغلوا بجد حبا في نادي الزمالك وان كنتوا عايزين ترجعوا مكانه نادي الزمالك تاني في المنافسه على البطولات والحمد لله نادي الزمالك ماشي بشكل كويس في الكونفدراليه وعنده فرصه كبيره حتى بعد الفوز في مباراه الاهلي بالامس الاخيره انا شايف ان فوز الزمالك رجعت تاني للمنافسه على البطوله فالفوز ده برضو انت خدتنا في المشاكل احنا عايزين ناخد الجمهور في الحاجه الحلوه لان جمهور نادي الزمالك اكيد مبسوط بالفوز ده وانتوا كمجلس اداره اكيد مبسوطين لان فوز معناه مهم جدا طبعا هي اللقاء بثلاث نقاط ولكن يبقى لقاء الاهلي والزمالك هو قمه على في حد ذاتها تمام فهتبنوا على ايه على الفوز ده يعني اللي بنبني عليه الفوز هو نمره واحد اعاده الثقه للاعبين في انفسهم صحيح نمره اتنين اعاده الثقه ما بين الجهاز الفني والجماهير ونمره ثلاثه ان الناس تبتدي تحس ان هناك امل الثلاث نقاط اللي انا بقولهم دول يمكن احنا بنقعد مع اللاعبين ومع الجهاز الفني مش بنتدخل فنيين خالص أكيد. انما احنا دورنا دور معنوي بحت كمجلس اداره ونحن نعي هذا الدور تماما فانت كنت واخد الفريق ما كانش يعني يكفي ان احنا نقول اللعيبه دي كلها بجد يعني كانت لها مستحقات من السنه السابقه كتيره جدا جدا وبرضو اما جينا الحمد لله قدرنا ندفع لهم المستحقات السابقه بالكامل يعني النهارده اقدر اقول كل السنة الماضية وكان مبالغ كبيرة يعني أنا بس مش عايز أقول المبالغ إنما كانت مبالغ كبيرة كان يعني في الآخر تقريبا 70% من جميع العقود لم تدفع فبالتالي اللعيبة دي اجتهدت جامد جدا بس صحيح. نفسيا زي أي بني آدم ما كانش مبسوط صحيح. فقدرنا نرجع تاني النفسيات اللعيبة إنها تبتدي تقتنع تاني إن الناس دي مش بتكذب عليهم وإن شاء الله كل ما بنقدر إن إحنا نعمل حاجة كويسة لهم
سواء من الناحية المادية أو المعنوية أو الأدبية. يمكن برضو الناس كلها الوقت شافت إن بقى فيه لاعبين ونجوم من نجوم نادي الزمالك ابتدوا مثلا يعملوا إعلانات هي صحيح. دي ما كانتش موجودة ودي فعلا. من الحاجات اللي هي يعني أنا كنت شايفها يعني إحنا بنظم نادي الزمالك أي. بنظمه كقيمة صحيح. تسويقية وكقيمة إعلامية ولا بد ان احنا ناخد بالنا لان يعني من وجهه نظري انا نادي الزمالك فعلا هو اكبر قلعه رياضيه في مصر ده اللي انا مقتنع بيه وبشتغل انه يبقى كده وان الناس كلها تقتنع بذلك. فبالتالي النهارده مثلا في مجال التسويق التيم بتاع التسويق بتاعنا بقياده الاستاذ هاني شكري والاستاذ احمد خالد عاملين مجهود رهيب الناس صحيح. مش قادره تتخيل انك انت ازاي مره واحده تبتدي تنقل في 6 شهور من مجرد واحد راعي لأربعة خمسة. الناس دي اجتهدت قد ايه؟ انت ما هيش سهل بقى عندك 4 أو 5 رعاية في الوقت الحالي تمام. بالنسبة لنادي الزمالك تمام. وطبعا الاستقرار بيجيب كل الناس والاستقرار بيخلي الناس كلها تلتف حوالين نادي الزمالك. ولكن في لقاء القمة مش هتكلم فنيا ولكن هتكلم تحكيميا وراضي عن أداء إبراهيم نور الدين في المباراة دي ولغط كتير قبل المباراه على اختيار ابراهيم نور الدين وكده. فانت شايف اني راضي عن التحكيم المصري بشكل عام؟ لا خليني اقول يعني بالنسبه للمباراه في حد ذاتها لا في ان جنرال او عموما كتحكيم مصري لا عندنا حكام ممتازين طبعا صحيح. اكيد وزي ما بنقول الحكم ده بشر ممكن يخطئ طيب. انما في المباراه الاخيره انا شايف ان الحكم جانبه الصواب في بعض الامور هي وجهه نظر زملكاوي بيشجع نادي الزمالك صحيح. مش رئيس نادي الزمالك ولا اي حاجه بدليل ان احنا ولا طلعنا ولا قلنا اي شيء وما ناس كتير جدا انتقد حتى اختيار الحكم احنا ما قلناش اي حاجه ما شفناش لان احنا ناس بنحب نقول نحن ملتزمين بما يقره اتحاد كره القدم اللي هو الاتحاد الرسمي في البلد ورابطة الأندية مزبوط. فبالتالي أنا بدعم اتحاد كرة القدم وبدعم الرابطة لأن ده واجبنا كنادي من الأندية التقيلة في الدوري المصري صحيح. ويا جماعة برضو يعني خلينا نبقى إيه إحنا لابد نبقى فخورين بناسنا بأجهزتنا بكل حاجة صحيح. دولتنا فبالتالي النهاردة أنا مش عايز بس الناس تاخد إن دول ضد فلان ولا ضد نادي بعينه ولا مع نادي بعينه لا هي مش كده صحيح. بس النهاردة برضو عشان يبقى أنا بتكلم كلام مظبوط لا أنا شايف إن الحكم جنبه الصواب بدليل إن ما كانش عندنا أي كونسرن أو ما عملناش أي قصة ولا اتكلمنا في أي حاجة في طريقة اختيار لأن ده مش حقنا ده حق اتحاد الكرة والرابطة صحيح. واللي احنا شايفينه من علاقة طيبة من مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي كمان الجلسة اللي تمت والدعوة اللي تمت من مجلس إدارة نادي الزمالك لمجلس إدارة النادي الأهلي ودي من الحاجات يعني من المميزات بالنسبة لمجلس الإدارة هنتكلم مع حضرتك عليها لان دي جزئيه مهمه جدا طبعاً. جدا العلاقات المنافسه الشريفه دي لازم تبقى موجوده ما بين الاهلي والزمالك وده لصالح كره القدم المصريه ولكن توضيد العلاقات دي كانت من اهم التحديات بالنسبه للمجلس. هاخد من حضرتك الاجابه ولكن فاصل وبعد الفاصل مكملين طبعا مع رئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب. فرحة عارمة انتابت جماهير نادي الزمالك بالفوز على النادي الأهلي بعد غياب سنوات طويلة في مباريات الدور الأول بمسابقة الدور العام. كاميرا الكابتن تواجدت داخل النادي لتنقل مشاعر الفرحة بالمكسب الزملكاوي في عيون محبيه وأنصاره. احنا عشنا فرحة جميلة بعد انتهاء المباراة اثناء المباراة وبعد انتهاء المباراة جوه النادي. طبعا كل اللي جوه موجودين كان كلهم زملكاوية وبيحبوا بيعشقوا الكيان بتاع نادي الزمالك. الفوز على الاهلي هو ليه كذا دافع معنوي منها ان احنا عندنا يوم الاحد الجاي ان شاء الله ماتش مع دريمز الغاني هيبقى دافع معنوية للاعبي الفريق لمواصلة الانتصارات ان شاء الله رب العالمين وتحقيق نتيجة ايجابية هنا قبل ماتش العودة باذن الله. كان فوز مهم جدا لنادي الزمالك لان الفوز ده خلى
الدوري في الملعب لسه. طبعا في حاله الهزيمه لا قدر الله كان الزمالك هيبقى الفرق بينه وبين الاهلي 12 نقطه، ولو في التعادل كان هيفضل 9 نقط، فالفرق بعد الزمالك ما كسب الفرق انه يبقى 6 نقط، ده دخل الزمالك بنسبه كبيره جدا انه يرجعه للدوري تاني، وان شاء الله يبقى يعني بشرة خير ان الزمالك ياخد الدوري السنه دي. طبعا كان فوز ليه طعم كويس جدا، طبعا حاجه يعني كنا في غايه السعاده، فوز كنا منتظرينه من فتره، فرحه كنا مفتقدينها من فتره كبيره، وبالاخص بعد ماتش الكاس اللي احنا يعني حسينا ان احنا ادينا بس ما حلفناش، الحظ والتوفيق ما كانش معانا، فالحمد لله على الفوز، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل باذن الله لنا الزمالك. الفوز فوز مستحق، كان ممكن نكسب اكتر من كده، اللعيبه في الاخر لو كان في تعاون بينهم كان ممكن نجيب اجوان اكتر من كده، الحمد لله. عايز اقول لك احنا كان في فرحه عارمه عندنا هنا في النادي، والشاشات كلها كانت شغاله، فاحنا كنا سعداء جدا اصلا بالفرحه اللي احنا كنا فيها. اتكلم في ماتش ديربي بين اهلي وزمالك، فانت النادي كله فرحان، هو ما بيبصش النتيجه دي سواء تحسم دوري ولا هتاثر في نقط ولا في اي حاجه، لا هو انت بتتكلم كده ديربي، يعني ده اهلي وزمالك ماتش كبير. فوز الزمالك على الاهلي فوز مستحق، هارد لك للنادي الاهلي. النتيجه جميله يعني تبرد قلوبنا شويه، وطبعا تبقى بدايه عوده الانتصارات وعوده البطولات من جديد. فرحه طبيعيه جدا، والاهلي فريق كبير وطبيعي جدا نفرح ان احنا كسبناهم، وبقالنا كتير ما كسبناهمش من الدور الاول، ولسه واخدين مننا الكاس، فطبيعي نفرح وكل واحد بيفرح بطريقته. احنا فرحنا جدا ان النادي كسب طبعا، وان السنه يستمر في المستوى ده على طول. يعني جماهير الزمالك طبعا اكيد بتفرح لناديها لاي ماتش، بس طبعا النادي الاهلي نادي كبير، طبعا نادي محترم، في نفس الوقت انك تكسب نادي الاهلي برضو اللي هو اللي يعني الغريم بتاعك في البطوله او في اي بطوله في مصر او بره مصر، فانت بتبقى ليها فرحه، طبعا ليها فرحه تانية وليها بطوله خاصه بعيدا عن اي بطوله يعني في مصر. من 20 او من 21 سنه ان الزمالك ما كناش فزنا على الاهلي خالص في الدور الاولاني، الفرحه ديت بتحسس ان هي ديك بطوله خاصه. كنت مبسوطه قوي طبعا الزمالك كسب، وشرف ليا طبعا كنا عضو في نادي الزمالك. الزمالك بقى له فتره نقولها كده ببساطه مش عارف يكسب الاهلي، معنى ان احنا نكسب دلوقتي دي ممكن تكون فتحه خير علينا في مكاسب جايه كتير باذن الله. شكرا للمدرب، المدرب يعني عمل اللي عليه، والحمد لله ده توفيق من عند ربنا، واللعيبه كانت رجاله والحمد لله. يعني كنت مبسوطه قوي عشان هما جابوا جولين، بالرغم ان بابا اصلا اهلاوي، بس احنا قعدنا نقول له الزمالك جاب جول الزمالك جاب جول. كل مره بنلعب ماتش كويس وبنمشي كوره كويسه وبنطلع في الاخر غير موفقين. الماتش ده يعني كنا ممكن نطلع بيه سكور، بس احنا ما استغلناش الفرصه ان احنا نجيب جون واثنين وثلاثه في اخر 10 دقائق. انا فرحت جدا ان الزمالك فاز، وانا كلنا زملكاويه، واول لما دخل الجون احنا فرحنا فرحه كبيره جدا، لان فوز مستحق ومنتظر من الفريق. الاداء من اللعيبه كان جميل، اداء راقي ومنظم ومحترم. انا فرحت الزمالك كسبت الاهلي، كنت مبسوطة عشان الزمالك كسب وبقاله كتير ما كسبش الأهلي، فكنت مبسوطة جدا. فرجة وسيمة وزي ما انت عايز تقول. زملكاوي
رجعنا لكم تاني طبعا، واحنا في استضافة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كابتن حسين لبيب ومكملين معاه. وسؤالنا قبل الفاصل لكابتن حسين على دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن الدعوة والعلاقة لما تيجي من الكبار أعتقد دي بتهدي الأجواء ما بين الجميع، وكان في حالة يعني زي ما بنقول تعصب كبير جدا جدا ما بين الجمهورين، ولكن تدخل حضرتك ومجلس ادارتك كابتن محمود الخطيب بتواجده هنا اعتقد ان دي بتهدي الناس وبتقول للناس ان النادي الاهلي كبير، نادي الزمالك كبير، القلعتين هما القلعتين الاكبر في كرة القدم المصرية والعربية والافريقية، فبالتالي دي اكبر رسالة واكبر مسج لما بيكون جاي من الكبار. خليني اقول ايه، الرياضة عموما حاليا بقت صناعة وبتحتاج اموال كبيرة جدا. صحيح. والنهاردة يعني لو انت عايز تنافس على البطولات فلا بد يبقى المنتج بتاعك منتج ممتاز او جيد جدا عشان تقدر يبقى المصاريف اللي انت عايز تواجهها يبقى ليها ايرادات مقابلها اعلى. صحيح. منها فتقدر تقوم بالمصاريف بتاعك. طب بداية يبقى انا النهاردة لو بتفكر في الرياضة المصرية للدولة المصرية اللي هي تم تغيير الفلسفة بتاعت الدولة كلها، فأنا كجزء من الدولة المصرية لابد أن أنا أتماشى مع الدولة المصرية. صحيح. طب إحنا بنوري العالم كله منتج حاليا يعني جميل جميل، سواء من الناحية الفنية، من الناحية الإدارية، من الناحية الجماهيرية. طب النهاردة برضو ناخد المباراة بتاعت أمس، النهاردة بقالنا عمر كبير قوي يا كابتن أحمد ما شفناش 10,000 متفرج وعشر تلاف متفرج. صحيح. ده منظر يعني بجد بيعلي من القيمة التسويقية للدوري المصري. أتفق كله. أتفق. والمباراة دي تم لعبها في استاد القاهرة اللي هو من أجمل الاستادات. صحيح. هو ده اللي لابد نحافظ عليه. طب يبقى النهاردة اما تيجي على القطبين الكبيرين في جمهورية مصر العربية وفي نفس الوقت كل العالم العربي والعالم الافريقي مفيش مخلوق ما يعرفش الزمالك او الاهلي. صحيح. وبالتالي المباراة دي كل البشر بيتفرجوا عليه، فانا مش ببص للعشرين الف، لا انا ببص ملايين للملايين اللي هي الاهلي والزمالك. بالظبط. صحيح. اللي هي على طول بتعشق الناديين الكبيرين دول. يبقى بالتالي اساسا لابد يبقى علاقاتنا مع النادي الاهلي علاقات جيده وجيده جدا. صحيح. وفي فرق كبير في الرياضه وده اللي احنا عايزين كلنا نتبناه وخاصه الاعلام، ان يبقى في فرق بين صراع ومنافسه. صحيح. الصراع ده اتنين بيتخانقوا مع بعض، اتنين ما بيحبوش بعض، انما الرياضه ما فيهاش كده، الرياضه فيها منافسه شريفه. صحيح. فهو مش صراع، يعني المباراه هي مش صراع بين فريقين، هي منافسة ما بين الفريقين، ممكن واحد يكسب وممكن واحد يخسر، ولا يدعي اللي بيكسب ان هو افضل من الاخر وهلم جر. يبقى بالتالي النهاردة كان بداية تواجدنا وان احنا نغير ما يسمى الصورة الذهنية لكل البشر. وخلي بالك اما انت بتبتدي تعمل حاجة ممكن يبقى في نقد كبير عليك. صحيح. بس لو انت مؤمن بالفكرة نفسها هتبتدي الاخرين يبتدوا يشوفوا هيحترموك بعد كده ويصدقوا في الفكرة. صحيح. ويبتدي يتعامل بيه. فاحنا كان واجبنا، لان برضو يعني كان ناس كتير بتقول ان الزمالك هو اللي كان مخطئ، فكان واجبنا احنا نبتدي بالخطوة الاولى. صحيح. وده الصح وده لا يعيب اي حد. والخطوة الاولى اللي هي احنا بنحترم الاندية كلها وعلى رأسها النادي المنافس. صحيح. بتاعنا، وبالتالي تفضلوا تعالوا احنا هنعمل قعدة يبقى كلنا اصدقاء ومنافسين لبعض. صحيح. ومنافسة شريفة جدا. صحيح. وبالتالي يبقى بدي بداية سواء للجمهور او اللاعبين، ومن هنا يبتدي المنتج بتاعك يعلى، اسم دولتك تعلى، الصورة الجميلة اللي انا بحاول ارسمها في ذهني وفي ذهن جميع الجماهير الزمالكاوية ان احنا منافستنا داخل الملاعب فقط. صحيح. فقط. كابتن انت كابتن كبير وكنت كابتن نادي الزمالك في الهاندبول، فاللي بتتكلم بيه ده هو
احساسك انك انت لاعب كابتن نادي الزمالك مشجع لنادي الزمالك، فانت انت مشجع درجه ثالثه، مشجع درجه ثالثه، هو كل يعني كل محبي نادي الزمالك تلاقيهم مشجع درجه ثالثه طبعا وعاليين جدا في وثالثه يمين وعاليين جدا في مفهوم الكوره، وفعلا اما بيبقوا بينتقدوا بيبقوا كلهم انتقادهم جميل. انا عاجبني الكلام، عشان كده انا والله ما بحبش ان انا اقطع حضرتك، لاني عاجبني الكلام. انت بتتكلم على الصناعه، ايوه الصناعه دي علشان تعلى لازم في الاول وفي الاخر انا اجتهد احقق نجاحات واحقق بطولات عشان اقوي الصناعه بتاعتي. مزبوط. ما اخشش في صراعات، انا عايز انافس بشكل فيه احترام واحترام للخصم. طبعا. الخصم نفس الحكايه يحترم. طيب ده يخليني اخد حضرتك لسؤال تاني، انك انت بتشتغل بشكل مؤسسي. طبعا. يعني النهارده بقى معاك مجلس محترم في تكليف، طبعا اكيد طبعا كل الناس ليهم كم الاحترام، في تكليف، يعني انا شايف من الكابتن حسين لبيب ان في تكليف للجميع، ما بتشتغلش اللي هو وان مان شو، اللي هو انا هعمل كل حاجه وانا لا، يعني انا شايف. فنقدر نعرف منك يعني عارفين مثلا ان في تكليف للكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد على الكوره، بقيه المجلس المحترم. طيب يعني اما نيجي برضو في حاجه يعني غير اللي حضرتك بتذكرها، الا وهو ايه؟ احنا 12 واحد دول اللي تم انتخابهم صحيح داخل مجلس اداره. طب احنا بنشتغل بال 12 دول؟ لا، احنا بنشتغل ب 15 شخصيه، ايوه مش 12. تمام. بلس يعني اضافه لهم ما يسمى لجنه الاستثمار والتمويل. تمام. برئاسه الاستاذ محمد اتربي، وهو شخصيه اقتصاديه عاليه النفوذ في مصر. لجنه الاستثمار والتمويل دي بتجمع شخصيات بارزه في المجتمع المصري، وكلهم من الناحيه الاقتصاديه عاليين جدا جدا. ودول بيضيفوا لنادي الزمالك، مش لمجلس اداره، بيضيفوا لنادي الزمالك ومعتمدين عليهم اعتماد خاص. طب احنا ال 12 عارفينهم، الثلاثه التانيين بقى يعني ال 12 دول خلاص معروفين لدى الجميع اللي هم مجلس اداره نادي الزمالك. انت قلت فيه احنا 15، مين الثلاثه التانيين اللي هم؟ لا يعني انا بتحفظ على اسماء ليه؟ لان ما بحبش غير الحاجه زي ما بيقولوا الاوفيشال او اللي هي الرسمية. صحيح. سواء لجنة الاستثمار، انا بس برضو عشان اعلننا قبل كده ان اللي هيقود لجنة الاستثمار فبخص بالذكر الاستاذ محمد الاتريبي باسمه. صحيح. لما اخد موافقة من الاخرين هبقى اقول اساميهم، بس ال 12 واحد اللي هم في لجنة الاستثمار، وهم عددهم 12 واحد اللي في لجنة الاستثمار والتمويل دول، هم عاملين اضافه جامده جدا لنادي الزمالك. صحيح. وبالتالي اما كنا في ملف المديونيات، لا دول اضافوا اضافه قويه جدا، ولا اعني بالاضافه القويه ان هم دفعوا من جيبهم، سواء ان فيهم ناس فعلا دفعوا فلوس من جيبهم، انما هي بالافكار برضه، يعني النادي بيدار بالافكار وليس ان اصل ده مجلس رجال اعمال ولا. صحيح. كل واحد يجي يتبرع. لا بص، انا 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 اتفق معاك ان حتى لو الناس بتدعم ماديات، ولكن هي الفكره كلها ان الناس تعرف تجيب مواد، الناس تعرف تخلق افكار علشان تجيب عائد للنادي، وده الاهم، لان اللي هيدفع هيفضل يدفع فتره معينه وخلاص وانتهى الموضوع، مش هيفضل مكمل، انما هو طبعا الافضل ان حد يعمل افكار ويبدا يجيب بيها دخل النادي الزمالك. يعني طيب. هدي لك مثال في الحته دي مثلا، يعني برضو لما قعدنا كلجنه استثمار وتمويل كان من احد الملفات المهمه، ويمكن برضو الجماهير الزمالكويه عايز تعرف احنا عملنا في ايه، فبرضو يبقى خليني اقول لك، يبقى بالنسبه لك برضو حاجه يعني اضافه للبرنامج الجميل بتاعك، في موضوع مثلا مشروع اكتوبر. أي. اما جينا لقينا مشروع اكتوبر ده تصميم البتاع، انا مش بتكلم فنيا، انما تصميم المشروع هندسيا وماليا، ان هو لابد ان نفعل ما يسمى العضويات والاشتراكات الجديده. الكونسيبت ده ان هو تعتمد اعتماد كلي على بناء مشروع اكتوبر على العضويات الجديده، ممكن في اي وقت يقف في هذا المشروع، فيبقى انت هفترض ان هو عايز يكلف 10، انت لميت منهم 4، فدفعت الاربعة دول في بناء بارت او جزء من النادي، وبعد كده معرفش تم ببقية الشركات. صحيح. فوقف كل ده. صحيح. فاحنا كان برضو الحاجة ان احنا بنعيد من صياغة الفكرة وبنعيد من صياغة
التصميم الهندسي للنادي عشان يبقى الكونسبت مختلف تماما. فيمكن اخذنا وقت كتير في الحته دي، بس هو مش وقت كتير بمفهوم الشغل. أيوة. هو وقت كتير بالنسبه للي احنا يعني قلناه. يعني عشان اوضح الصوره لجمهور نادي الزمالك اكتر، ان انت بتتكلم على عضويات واستثمار، يعني جزء فيه استثمار. مثلا لو هنفترض ممكن يبقى فيه مول، ممكن يبقى فيه عدد محلات زي اللي موجود هنا، يعني ده الفكره اللي انتوا بتفكروا فيها. علشان يبقى الاثنين، منها عضويات ومنها في نفس الوقت ان انا بشتغل كنوع من انواع الاستثمار. مظبوط كده. وبالتالي يبقى احنا البوسيبيليتي او الاحتمالات تنفيذ هذا المشروع ويبقى مشروع ناجح لنادي الزمالك يدر دخل ثابت. صحيح. لنادي الزمالك يبقى بقى 100%. فبالتالي احنا قلنا ان احنا هنسلم المرحلة الأولى من أول يوم وإحنا بيتم انتخابنا، قلنا 18 شهر منذ أن أنا أمضي التعاقد مع الشركة اللي هتنفذ. صحيح. بالمنظور الجديد. صحيح. فإحنا الفترة اللي فاتت دي أخذناها تغيير تصميمات وكونسبت. فأنا متخيل إن شاء الله بالكتير على آخر 5 هيظهر عندنا أول مرحلة في مراحل تسليم الرسومات الجديدة والتعاقد مع الشركة اللي هتنفذ. فيبقى بالتالي الناس ما تيجي تقول انتوا وعدتونا في خلال 18 شهر، ده مظبوط منذ اليوم اللي احنا هنقول فيه ده التصميم النهائي، ده اللي هيبقى انتوا هتشوفوه. يعني ان شاء الله في نهاية شهر 5 انتوا ممكن تعلنوا لكل جمهور نادي الزمالك امتى يبقى المقر الجديد اللي في اكتوبر هنبدأ نشتغل فيه وامتى يبدأ فيه التسليم. مظبوط كده. ان شاء الله باذن الله، يعني كل التوفيق ليكوا اكيد. على ذكر زياره النادي الاهلي والزمالك، وسؤال لو حبيت ترد عليه طبعا يعني ليك كامل الحقيقه، لان يعني بما ان انت اختصتنا وفتحت لنا يعني هو في مغرز ولا لا يعني شويه يعني على 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 يعني العلاقه الطيبه اللي بينكم ما بين النادي الاهلي اللي شفناها في الزياره الاخيره، يمكن عشان كده نادي الزمالك ما ردش على موضوع المهندس خالد مرتجي مثلا في مباراة كره الهند الفولي بول لما ما اديش سلم على احد لاعبات نادي الزمالك. لا خليني اقول وانا برضو صريح واحب ابقى كوركت في الكلام بتاعي. اللي انا اما سالت بالظبط اتقال لي كده ان المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطائره قال للاعيبه في نادي الزمالك انا مش هسلم ومش هخلي حد يسلم للي مش لابسه ميداليا. للي مش لابسه ميدالية. فده انا بحترم الناس، عشان كده لابد ان الناس اللي ببقى طالبه منهم انهم يحترموا، زي ما انا بحترم اتحاد الطايره وقرارات رئيس اتحاد الطايره. فبالتالي انا ولا برد في الحاجات دي ولا اي شيء. ليه؟ لان رئيس اتحاد الطايره هو زي ما بنقول هو المهيمن على الاتحاد الطايره وهو اللي بيحط الشروط بتاعته. تمام. فبالتالي لو احد اللاعبين في نادي الزمالك او اي حد يعني داخل منظومة نادي الزمالك لم يحترم قرارات اتحاد الطائرة، انا مش هيبقى عندي رد فعل. وانا قوي اناف ان انا اقول كده. ليه؟ صحيح. لان انا احب داني برضو لما نادي الزمالك يقول حاجة يبقى الناس كل تحترم ده، كل بدل انا بمشي على القوانين وعلى الاحكام اللي بتبقى موجودة انا احترمها، يبقى الناس تحترم اللي احنا عايزينه، بحيث ان انا لما بحس ان في حاجه غير منضبطه ومش لمصلحه نادي الزمالك احب برضو اما احنا نقول، يبقى انا بقول الصح ولا بد ان الناس تحترم هذا الصح. اشكر حضرتك على الصراحه الكبيره دي. وخلينا بقى ملف مهم، لان كل احنا اسقلنا عليه كان عايب، بس نعم. ملف مهم هو ملف التجديد بالنسبه للاعبين اللي بينتظروا كل نادي الزمالك. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مكملين مع كابتن حسين لبيب. لا ينصب اهتمام جماهير نادي الزمالك بكرة القدم فقط، ولكنها عاشقة أيضا لألعاب الصالة الجماعية المتمثلة في رياضات اليد والطائرة والسلة. ويعاني الزمالك هذا الموسم من تراجع نتائج الفرق على مستوى كل من الرجال والسيدات، وينتظر عشاق الفارس الأبيض تصحيح المسار من مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة. ولم تنجح فرق نادي الزمالك الجماعية في حصد أي لقب هذا الموسم من البطولات التي انتهت حتى الآن، وبينهم ألقاب خسرها أمام النادي الأهلي منافسه التقليدي سواء على مستوى الرجال
والسيدات، وخسر الزمالك السوبر المصري والإفريقي لكرة اليد أمام الأهلي، كما فقد بطولتي الدوري والسوبر المصري للكرة الطائرة للرجال والسيدات، كما خسر السوبر المصري للسلة وودع منافسات دوري المرتبط أمام الأهلي أيضاً. وتسلم مجلس إدارة الزمالك مهام عمله بعد خسارة البطولة العربية لفريق كرة اليد، أحد أبرز الفرق ارتباطاً مع جماهير الأبيض. وسعى المجلس لتصحيح المسار بتغيير الإدارة الفنية وتعيين مجدي أبو المجد مديراً فنياً في يناير الماضي، كما أجرى مجلس الإدارة تغييراً في الجهاز الفني لفريق السلة بتعيين وائل بدر مديراً فنياً خلفاً لأحمد مرعي، كما تم تعيين البرازيلي سيدني بابكي بديلاً لأشرف أبو الحسن كمدير فني لفريق الكرة الطائرة. وينتظر مجلس إدارة الزمالك جني ثمار خطوات التصحيح في ألعاب الصالات الجماعية والتتويج بالألقاب من جديد. وبالرغم من النتائج السلبية خلال الفترة الماضية، ولكن لا يزال الزمالك ينافس على العديد من البطولات بمختلف الألعاب، إذ ينافس فريق رجال اليد على ألقاب كأس الكؤوس الإفريقية والدور المصري وكأس مصر، كما ينافس فريق الطائرة على لقب كأس مصر، وأخيراً فريق السلة ينافس على بطولتي دور السوبر وكأس مصر. مطالب عديدة للجمعية العمومية لنادي الزمالك وأحلام بيضاء ما زالت لم ترى الواقع، ما بين فرع أكتوبر وما بين أصوات تطالب بتدعيم ألعاب الصالات. جماهير الزمالك توجه رسائلها لمجلس إدارة ناديها. احنا مطالبنا يمكن تكون بسيطة، وهي الاهتمام بجميع الألعاب زي ما اهتموا بكرة القدم، وعايزين مهاجمين في كرة القدم، ونهتم بجميع الألعاب التانية، طبعا ألعاب الصالات اللي هي طبعا الطايرة واليد والباسكت. انا كمشجع الاول من مشجعين ومن جماهير نادي الزمالك العظيمه، بتمنى من مجلس الاداره النظره لالعاب الصالات. العاب الصالات هم ماشيين فيها الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله التدعيمات هتبقى على قدم وساق، واحنا واثقين فيهم جدا جدا ان شاء الله باذن الله. الانشاءات جوه النادي في حاجات كتير عايزه اعاده تاهيل من جديد، لان النادي انا يعني باجي كتير، فشايف ان النادي متسلم بصراحه، ارض محروقه في كل حاجه. طبعا بالنسبه للالعاب الصالات لازم يبقى في نظره تاني على العاب الصالات، خاصه فريق كره اليد وفريق كره الطايره. اتمنى من مجلس الاداره في الفتره الجايه ان هو طبعا نادي 6 اكتوبر هو بداوا بالفعل الشغل فيه، وطبعا تطوير في النادي الحالي، مع ان هم طبعا ما فيش يعني التطوير بسم الله ما شاء الله هنا يعني على قدم وساق. النهارده عددنا بقى فوق ال 120 الف عضويه جوه النادي. لا، بنطلب منهم، وده مطلب جماهيري للجمعيه العموميه، سرعة البدء في 6 أكتوبر، سرعة البدء في إنشاءات كتير جدا في 6 أكتوبر مطلوبة. يعني فرع أكتوبر يبتدوا يشتغلوا فيه، يعني ده يبقى شيء كويس ويخفف الضغط عن النادي هنا. يعني احنا عايزين فرع أكتوبر الأمور تمشي فيه إن شاء الله واستقر الأمور. وبالإضافة لأن أنا كمشجع برضو قبل ما أكون عضو في النادي، يعني أتمنى برضو أن في مشاكل في ألعاب الصلاة أتمنى أنها تتحل عشان نرجع تاني للانتصارات اللي هم عودونا عليها قبل كده. طبعا فرع 6 اكتوبر كلنا مستنيينه، ونفسنا يتعمل في اقرب وقت، علشان خدنا وعود كتير بالنسبه لفرع اكتوبر، ولحد دلوقتي ما فيش اي اجراء تم من ناحيته، فان شاء الله في اقرب وقت يكون في اي حاجه بالنسبه لفرع اكتوبر. عايزين ان حمامات السباحه تشتغل بشكل كويس وتكون انضف من كده،
وعايزين طبعا الملاعب تتطور وملعب الهاندبول يكبر. عايزين استقرار، استقرار في النادي، استقرار في يعني هم بصراحه ما شاء الله من ساعه ما جم وهم شغالين كويس جدا جدا جدا. يكون في رحلات والمصايف يعني كل الكلام ده بيمثل يعني اضافه حلوه جدا للاعضاء ولنادي الزمالك. الانشاءات اللي بتتم في النادي او التغييرات اللي بتتم في النادي دلوقتي يا ريت تبقى اسرع شويه، لان الحاجه بتعمل يعني ببطء شويه، يا ريت تبقى اسرع شويه، ويا ريت برضو النادي اللي في اكتوبر نشوف هنعمل فيه ايه. هم مش مدينا فرصه، هم ما شاء الله انا شايفه ان النادي في تطور مستمر، حتى الشغل على قدم وساق في فرع اكتوبر، يعني انا شايفه الحمد لله يعني الدنيا شغاله كما يجب ان تكون، يعني زي القطر السريع. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين طبعا مع كابتن حسين لبيب. وخليني السؤال الاهم، لاني ممكن كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده يا كابتن اني ما يهمش الجمهور العادي، ممكن تتكلم جمعيه عموميه، ممكن تتكلم على الناس اللي انتخبوكوا والتحديات الكبيره اللي انتم موجودين فيها واللي وضحتها واللي ما زالت لسه موجوده، وكان الله في عونكم، يعني بجد كان الله في عونكم. انما الجمهور اللي يهمه هو فريق الكوره. تمام. هو اللي يهمه هو النجوم بتاعته. تمام. عندك تحدي جديد دلوقتي في 8 لاعبين المفروض يتم التجديد ليهم، على رأسهم طبعا شيكابالا ومحمد صبحي، وتم التجديد لأحمد فتوح، وطبعا أكيد النجم الأهم دلوقتي بالنسبة لنادي الزمالك أحمد سيد زيزو. فده تطمن جماهير نادي الزمالك عليه إزاي؟ يعني خلينا نقول إيه، أنا النهاردة ملف تجديد اللاعبين احنا المره اللي فاتت لان يعني اخذناها على عاتقنا في اختيار اللاعبين الجدد اللي احنا دخلناهم. صحيح. ليه؟ لان بالنسبه لنا ما كانش جهاز فني متكامل موجود داخل النادي، ودي نقطه حضرتك مهمه انك انت وضحتها للجمهور، لان كنتوا ليكوا رؤيه مختلفه. انت زي ما حضرتك قلت ولازم نوضح النقطه دي تاني لكل جمهور نادي الزمالك، ان انتوا كانت وجهه نظركم احنا مش عارفين ممكن نتوقفكم القيد بتاع نادي الزمالك، فبالتالي جبنا عدد كبير من اللعيبه علشان لو حصل ان يتوقف تاني القيد بالنسبه لنادي الزمالك. وانا اعتقد ان كنتوا قادرين ان شاء الله ان ما يتمش ايقاف قيد ولا حاجه. يا رب ان شاء الله. إن شاء بس الله. هي بجد مشكله جامده جدا برضو. انا عايز كل الناس تبقى متخيله ان احنا مطلوب مننا دلوقتي 150 مليون جنيه عشان القيد ما يتوقفش تاني. صحيح. بس خليني ابعد عن هذا الموضوع، خليني اقول بقى ان النهارده احنا مجموعه اللاعبين اللي لابد يتم التجديد لهم لازم من هنا ورايح، بدل عندي جهاز فني واحنا مقتنعين ان الجهاز الفني ده ان شاء الله يكون على قدر المسؤوليه، وهو من الواضح دلوقتي ان هو ابتدى يمسك زمام الامور زي ما بنقول، لان هو مره واحده برضو عشان الناس تبقى متخيله، يعني شخصيه جايه على فريق فيه 10 لاعبين ما شافوش بعض قبل كده. صحيح. ما لعبوش مع بعض قبل كده. مزبوط. وفي مجموعه من اللاعبين الاخرين دول كانوا مع بعض، فبالتالي هو بيحاول يخلق منظومه متناغمه. صحيح. لفريق قوي، وعنده مشكله تانية ان هو بيلعب بفرقتين، فرقه في الكونفدراليه. مزبوط. وفرقه في الدوري. بس بدانا طبعا، لان طبعا في لعيبه في لعيبه اللي هم لعبوا مع الانديه اللي جت في افريقيا ما بيقدروش ان هم يلعبوا، ولكن انا شايف ان الراجل فعلا مؤخرا بدأ يبقى فيه شكل وطريقة أداء لنادي الزمالك. تمام. وبدأ يبقى عنده حلول داخل الملعب. يمكن المباراة الأخيرة بتبقى ليها حسابات مختلفة، هي مباراة النادي الأهلي. مزبوط. إنما ما شفنا نادي الزمالك في مباراة الاتحاد فرقة يعني ما شاء الله، وعنده حلول وعنده على الدكة وعنده لعيبة كويسة وعنده لعيبة صغيرة في السن. فالتجديد بقى، لأن أنا شايف إن جوميز ماشي بشكل كويس الحمد يعني لله. وطبيعي ان هو لازم يبدا يشوف اللعيبه ويبدا يتعود على اللعيبه ويبدا يشوف ده قدراته ايه وده امكانياته ايه، وممكن في الاول اختياراته ما تكونش موفقه لان لسه بيشوف ولسه بيشوف الافضل بالنسبه له، ولكن في شكل نادي الزمالك مؤخرا، في شكل نادي الزمالك الحمد مؤخرا لله. الحمد لله. انما اللعيبه بقى اللي الناس كلها مستنيه ان هي تشوفها وتطمن ان نجومهم هيفضلوا موجودين في نادي الزمالك. فاللي انا بقوله ردا على دي بدون بقى استفاضه الا وهو ان نمره واحد راي الجهاز الفني بيمثل بالنسبه لي كحسين لبيب الرياضي 90%.
يعني احنا قبل ما بناخد قرار بدلنا احنا مقتنعين بالجهاز الفني ده فرأيه بيمثل 90%. صحيح. هو اللي من حقه يقول مين اجدد له او مين هو مستغني عن قدره. دي نمرة واحد. نمرة اتنين احنا عندنا 10% دي اللي هي احنا بنبص بقى لمصلحة النادي على اللونج ران او على المدى الطويل. مظبوط. فبيبقى لنا كريتيريا معينة. اما هو بيكون هذه الافكار عنده بنقعد معاه وبنقعد معاه دي بنبتدي نتفاوض ونتناقش. انما لابد ان انا احترم وجهة نظر الجهاز الفني بالكامل واقعد معاه وهو اللي بيحطنا. بس انا برضو في معلومة بحب اقولها الا وهو احنا بالنسبة لنا اللي تم التجديد لهم الى الان هو كابتن فتوح وكابتن شيكابالا. صحيح. يعني كابتن شيكابالا تم التجديد له. شيكابالا تم التجديد. الكابتن زيزو لسه قدامه سنة. فبرضو ده من الحاجات اللي انا عايز اقولها ايه يا كابتن احمد. ما هو قدامه سنة بس كل جماهير نادي الزمالك يعني زيزو بالنسبة لهم. هحاول اوضح وجهة نظري. يعني هحاول اوضح وجهة نظري بعد اذنك. كابتن زيزو قدامه سنة. كام لاعب في مصر قدامه سنة في التجديد وليه كل الاعلام ما بيكلمش غير على زيزو مش حضرتك؟ علشان 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 مفيش كام زيزو. يبقى هو زيزو واحد صح تمام بامكانياته وبقدراته. لان زيزو واحد صحيح ولاعب مهم جدا في نادي الزمالك. صحيح. طب ما تصفونا بقى احنا وزيزو نشوف بعض. كل ما انتوا بتقعدوا تتكلموا على شخصية واحدة فقط. هي. دون عن بقية اللاعبين بتخلقوا يعني زي ما بكلمش برضه على كابتن احمد بجد لان انا اعرف حتى انت جواك انسان جميل بحق ربنا ولاعب كرة في الاصل فانت هتبقى قادر تحس باللي انا بقوله ده. صحيح. فبالتالي سيبونا نهندل هذا الملف كويس جدا لان كابتن زيزو ده كفرد داخل فريق هو احد نجوم الفريق مفيش زيه في مصر ولا في الدول العربية فله معاملة خاصة وانا برضو ما بخافش. وفوق كل ده ده منياه وبلدياته كمان ومنياه وبيعشق يعني نادي الزمالك يعني علشان كده انا متعاطف معه. لا واحنا كلنا متعاطفين مع زيزو. طيب يعني محدش ينسى يا جماعة احنا جددنا لزيزو وما كنا في اللجنة. صحيح. احنا اللي جددنا لزيزو. يعني انت شايف ان انت بتطمن جماهير نادي الزمالك ان زيزو مستمر مع نادي الزمالك وباقي اللاعبين اللي موجودين؟ لا بطمن جماهير الزمالك على ان احنا لما هنيجي ناخد ملف التجديد ده واحنا بنشتغل بس ما بنقولش. يعني طبعا اكيد مش عايزين نسكل عليك كابتن حسين ولكن عايزين نطمن كل جمهور نادي الزمالك على نادي الزمالك الفتره القادمه. علشان كده احنا بنتكلم في ملف التجديد بنتكلم في الازمات والمشاكل اللي عندك. اي حاجه حابب طبعا في ختام الحلقه دي مع حضرتك تقولها وتطمن كل جماهير نادي الزمالك. حابب انك انت تشكر كل الناس الداعمين والواقفين ورا نادي الزمالك. يعني اكيد يعني كل الناس هتبقى منتظره تشوف من حضرتك ايه اللي انتوا بتفكروا فيه الفتره الجايه، ايه الهدف بتاعكم الفتره الجايه، لان انت عندك كونفدراليه في حاله الفوز بيها فده شيء يحسب لمجلس اداره نادي الزمالك، بدات تدخل تاني في منافسه الدوري الممتاز وده شيء برضه يحسب لمجلس اداره نادي الزمالك. حابب تطمن جمهور نادي الزمالك ازاي؟ احب اطمن جمهور نادي الزمالك ان يعني في 12 شخصية محترمة هم اسمهم قوام مجلس إدارة الذي تم انتخابهم. ال 12 شخصية المحترمة من وجهة نظري عاملين فريق متعاون متكامل في جميع أو في معظم المجالات اللي محتاجة خبرات. ملف التسويق مع المهندس هاني شكري والأستاذ أحمد خالد، في ملف تاني برضو اللي هو الأستاذ هاني بيرزي. صحيح. قايم بمجهود خرافي في المجال اللي هو ما يسمى الاستثمار والتمويل ومع لجنة الاستثمار والتمويل. صحيح. مهندس هشام نصر في الحتة اللي هي بتاعت مشروع اكتوبر مركز فيها وتغيير برضو النادي اجتماعيا هنا. صحيح. الداخلي ومجموعة بقى الولاد الصغيرين هترجعوا مضايق تاني هترجعوا مضايق تاني في ملعب ان شاء الله بس مش بمفهوم المدرج الكبير انما كلنا يعني خلي بالك برضو كابتن احمد احنا كلنا كنا يعني عشنا فيما يسمى مدرجات نادي الزمالك بصرف النظر مين كان بيبات ولا ما حدش بيبات. صحيح. بس ده يعني احد احلامنا ان شاء الله نقدر نحقق حاجه تبقى شيك وتليق بنادي الزمالك وتليق باسم كابتن محمد حسن حلمي او حلمي زموره زي ما هو مشهور. انا يعني اخر حاجه عايز اقولها يعني بعشق جماهير نادي الزمالك
اصبروا علينا، بنحاول نعمل كل حاجة صحيح. عشان انتوا تبقوا فخورين بناديكوا وفرحانين بناديكوا، وادعوا لنا ان ربنا يكرمنا وكم من مشاكل اللي عندنا، عشان بس ما حدش يقول انتوا ما كنتوش عارفين ولا كنتوا عارفين. فرق كبير جدا 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 من انك تبقى عارف المشاكل وفي طريقة حلها وتوقيت حلها، لان الناس كلها برضو اسف بتتناسى الحلول، بمعنى تواريخ الحل. انا ممكن يبقى مطلوب مني 100 مليون كمان 4 شهور يبقوا عندي، بس النهاردة هم مش عندي. صحيح صحيح. النهاردة هم مش عندي، اصبروا علينا، نحن بنجتهد لمصلحة النادي وعشان نفرح. بس بالعكس انا شايف ان في دعم كبير من كل الجماهير وثقة كبيرة جدا جدا ان انتوا فعلا بذلتوا مجهود. اكيد في ناس تانية ليها اهداف اخرى، اني مثلا ممكن تعطل المسيرة بتاعتكم، ولكن انا شايف في دعم كبير من الجميع، حتى بما فيهم جماهير نادي الزمالك، على ثقة كبيرة، على ثقة كبيرة بيكم. بس طبعا انك انت بتوصل الرسالة دي للناس والصعوبات اللي انتوا بتواجهوها اكيد وتحديات كبيرة، ولكن انتوا قادرين ان شاء الله باذن الله. انا بوصل الرسالة دي بأمانة لبعض الناس اللي هي بتطلع وبتتكلم باغراض مش لمصلحة نادي الزمالك، او تدعي بطولات هي مش عندهم، بل هم اساسا هم اساس مشكلة نادي الزمالك، وهم اللي وصلوا نادي الزمالك للمرحلة اللي احنا بنعاني منها واللي بحاول اشرحها. فبالتالي انا بس ما بحبش اجيب سيرة حد، انما لا تدعوا بطولات زائفة، لا تدعوا بطولات وهمية، لا تدعوا بطولات وانتوا اصلا سبب هذه المشاكل وسبب النكبة اللي فيها نادي الزمالك من الناحية المالية. ان شاء الله تحلوا كل الازمات، تحلوا كل المشاكل. كابتن حسين كان عندنا حاجات كتير بس مش عايزين نسكن عليك طبعا، لان في ملفات كتير وفي تحديات كتير، وانتوا ان شاء الله حضرتك ومجلسك القادم ان شاء الله قدها وقدود، وزي ما حليتوا المديونيات القديمة والازمات القديمة والمشاكل القديمة ورجعتوا فرقة الكرة بشكل محترم، ان شاء الله الازمات اللي جاية تقدروا انكم انتوا كل محبي نادي الزمالك ان انتوا تحلوها. انا شرفت جدا جدا بلقائي بيك، سعدت جدا جدا بلقائي بيك، واستمتعت جدا جدا معاك، واكيد يعني سعداء بيك. لقاء بينتظر كل جماهير نادي الزمالك، مش بس جماهير نادي الزمالك، اعتقد جماهير كل كره القدم المصريه كلها، لان ان شاء الله باذن الله نفسنا دايما نشوف تاني المنافسه اللي موجوده والمنافسه الشريفه اللي حضرتك اتكلمت عليها تكون ما بين الجميع ان شاء الله، وربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله في اداره نادي الزمالك للوصول للهدف اللي كلنا بنتمناه. اشكرك طبعا. ده كان لقائنا مع رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب، سعدنا جدا جدا بلقائه، واعتقد ان هو طمن كل جماهير نادي الزمالك وطالبهم بالمسانده، واعتقد ان جماهير نادي الزمالك على وعي كبير، واعتقد انها هتساند مجلس اداره نادي الزمالك علشان خاطر نادي الزمالك. كل التوفيق للجميع، ودي كانت حلقتنا، نشوفكم على ألف خير.